بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين، وبنقول للليبراليين ان لو سقطت شرعية مرس وهي مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بريموت كنترول وانتوا اقل من ذلك بكثير. ايها الاخوة، اننا لقد توعدونا ب30/6 ونحن نعدهم بانهم سيسحقون في هذا اليوم. فلن نكتفي بالدفاع فقط عن الشرعية، بل ما داموا يريدون اسقاط الشرعية والاتيان ببدعة جديدة، سنأتي نحن ايضا بامر عظيم بالثورة الاسلامية.